دلوقتي بتتشكل انك انت بتجذب وعندك فرص استثمار، عندك بنية أساسية مش مجرد طرق فقط أو بنية أساسية، عندك مواني وقدرات تشغيلية هائلة وعندك مشروعات شغالة. البنية الأساسية محتاجة إيه؟ محتاجة إنه بتوضع في إطار من منظومة العمل متكامل، عندك مواني تم تحديثها وتعديلها، فأنت عندك كل الإمكانيات للانطلاق. في حاجة في القرار الاقتصادي يقول لحضرتك توقيت الانطلاق لتحقيق النهضة الاقتصادية، بتمر بمراحل. الدولة المصرية الفترة الماضية كل ده خطوات للتأهيل للانطلاق، ده مش كلام احنا بنطمن بيه، ده كلام علمي، فاحنا بنحط ده في إطار من التحليل الاقتصادي والسياسي. البيئة السياسية بتحقيق حالة الأمن في هذا البلد بالإنجازات الكبيرة، بالشهادة للرئيس، بالمجهود الكبير اللي بيعمله فرق العمل الكاملة بالوزارات، بالهيئات، بالأجهزة السيادية في هذا البلد، تؤكد لك أنت ماضي على الطريق الصحيح. خليني عشان انتقل للنقطة الأخيرة ودي قبل الأخيرة، تراجع خطاب سؤال مصر عن الأمن أو عن الوضع الأمني في مصر، تراجع هذا الأمر. الأمر 2014 15 كان كتير الحكاية دي، النهاردة الكلام على استثمار، كلام على اقتصاد، وتراجع موضوع الأمن كأنه خلاص، يعني الناس شافت ان وضع الامن استقر في مصر، بنتكلم على اقتصاد واستثمارات. بالتاكيد انت دلوقتي انتقلت من مرحله الى مرحله. الامن يتحقق، البلد يستقر، قدامك حاله لنموذج زي ما حضرتك شايف، البلد بتتعافى من مشكلات كبيره، مشكلات هيكليه ما كانش بين يوم وليله ممكن تتحل. انت محتاج ايه؟ زي ما بقول لحضرتك انت محتاج اراده سياسيه واراده اقتصاديه. هذه الاراده متوفره، لكن بتوضع في اطار من المنظومه المجتمعيه والسياسيه وحاله الرضاء الشعبي. حاله الرضاء الشعبي دي مهمه وانت بتتكلم استاذ احمد، لانك لابد ان تنقل رسالتك انت كاعلامي الى قطاعات من الراي العام تتفهم ده. النهارده انا اتمنى بطبيعه الحال اللي انت قمت بيه وعرضته ده الناس تشوفه، لانه دي شهادات من منابعها من مصادرها، شهادات حيه. أخد بال حضرتك أنا ممكن أتفق أو أختلف، إحنا مجرد بنعرض آراء وتصورات في تخصصاتنا الإعلامية والأكاديمية والسياسية والاقتصادية، لكن هناك دلائل ووقائع أن هذا البلد على الطريق الصحيح، على الطريق الصحيح. فبالتالي لازم يبقى عندي قناعة الرأي العام في هذا البلد أن البلد قدامنا فرصة جيدة، فرصة جيدة لإيه؟ للانطلاق وتحقيق الإرادة الاقتصادية. الجزء الأخير كنا بنتكلم من شوية أستاذ محمد أبو العنين امبارح في الأمم المتحدة، عرض فيلم عن جانب من الإنجازات اللي تمت في مصر من 2014 للنهاردة، وبجانب الفيلم كمان كلامه عن اللي بيحصل في الدولة المصرية، مصر عملت إيه، تسويق للمشروعات، تسويق للسياحة، تسويق لي ازاي اهو قدام حضرتك. شفته أهو. لا شفته حضرتك، شفته طبعا. شفته قبلها الكلام عن احنا عملنا انتصارات ازاي، قواتنا المسلحه مع الشرطه.